موجز أخبار السياحة من جريدة وقناة تحواس براس، أهلا بكم. بداية، أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الخميس بقصر الأمم نادي الصنوبر البحري بالعاصمة على افتتاح أشغال لقاء الحكومة مع الولاة تحت شعار التنمية المحلية تقييم وآفاق. ويهدف اللقاء إلى تقييم الإجراءات المتخذة على مدى السنوات الثلاثة الماضية في مجال التنمية المحلية والوقوف على مدى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بتحسين الظروف المعيشية للمواطن. إذا واكتست مرتفعات ولاية البويرة ليلة أمس الأربعاء حلة بيضاء بعدما تهاطلت كميات من الثلوج، والتي كانت أكثر كثافة بالجهة الشرقية للولاية، وهو ما أدخل الفرح والسرور في نفوس الصغار وحتى الكبار الذين لم يتوانوا في حمل آلات التصوير من أجل التقاط الصور. وإلى خبر آخر، أعلن المدير العام للنقل البحري للمسافرين وحيد لكحة العياط عن تدعيم أسطول النقل البحري باقتناء سفينتين جديدتين وكراء باخرة، وذلك من أجل تلبية الطلبات المتزايدة. وجاء هذا خلال جلسة مع لجنتا الشؤون الخارجية والتعاون والجالية والبرلمان، عقدت أمس الأربعاء برئاسة سليم مراح مع لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة منسى علي، وبحضور كل من وحيد آل الشيخ نائب رئيس المجلس المكلف بالتشريع، وبهجة العمالي رئيسة لجنة النقل والصناعة والاتصالات والطاقة أيضا والعلم والتكنولوجيا ببرلمان عموم إفريقيا، أين حيث أكد عياط قرار الدولة الخاص باقتناء سفينتين جديدتين وكراء باخرة من أجل تعزيز الأسطول وتلبية الطلب المتزايد. إلى هنا مشاهدينا الكرام، نصل إلى ختام موجز الأخبار من جريدة وقناة تحواس براس. دمتم في رعاية الله وحفظه.